الحدث اللي بنستناه كل شهر واللي هو متجر التخفيضات. وبهذا الفيديو بدي اجرب حظي بالمتجر ونشوف ايش السكنات اللي راح تطلع لي وراح نحرقهم كلهم مع بعض. معكم دراجونوب، واذا كنتوا جاهزين يلا نبلش. اوكي، اول شيء حتى تكون الامور تمام وحتى اتاكد اني اجيب كل الاشياء الموجوده في المتجر، جهزت 46555 جوهره. شو هذا؟ تقول رقم تلفون؟ اتوقع لو حتى طلع لي الحظ 1% راح اقدر اجيب كل السكنات. وخلينا ما نسبق الاحداث، بنروح على المتجر ونشوف الحظ. ليتس جو. اوكي، وهي اللحظه اللي بدنا نجرب فيها الحظ تبعنا. خلينا نجرب الحظ. اوكي، ليتس جو ليتس جو. يا رب حظي كويس، يا رب شيء كويس. اوكي، صح، انا نسيت اللي لازم اوقف. اوكي، يا رب شيء كويس يا رب. اوه 70%، لا حرام حرام والله، حظ يعني مش بزياده. على كل حال مش سيء كثير، صح انه كان بامكاني احصل على حظ احسن من هيك، بس يعني نوت باد. وخلينا ندخل الحدث نشوف. اوكي، عندنا سكنات جديده. اوبا بابا، اول شيء ايش لحظه شوي، ايش هذا السكن؟ جارينا. او ماي جاد، ايش مسويين براس هذا البني ادم؟ ايش في يا اخوان؟ راس هذا البني ادم سبونسرد باي كاس العالم. ايش هذا؟ لا حول ولا قوه الا بالله. من؟ ايش المشكلة مع راس هذا البني ادم؟ والله شكلي لقيت السكن المفضل تبعي الجاي، لقيته خلاص. المشكلة شوف لبسته والله كثير حلوة، طلع هذا الابتسامة اللي ورا والله مرتبة، حتى شوف البجام والله كثير مرتبة يا رجل. مش عارف الوانه والشكل بذكرني بلعبة سايبر بانك، بس راسه قصة. ايش مشكلة راس هذا البني ادم؟ اوكي ما علينا، خلينا نشوف المصيبة الثانية اللي مخبين لي اياها. مبين عليه بني ادم على الأقل، مبين عليه انسان طبيعي، مش زي فروة النمر هذا. اوكي، بكفي تنمر، يلا نبلش حرق. طيب طبعا عشان نقدر نجيب هذا السكن لازم نصرف 200 جوهره بالاول. احنا اساسا مش راح نصرف 200 جوهره، راح نخلص كل المتجر. اوكي، اول شيء بطاقات تغيير اسم، معانا بس 5 بطاقات، خلينا نجيبهم وليتس جو. اوكي، في عندنا كمان بطاقات حاضنه، ما بعرف اذا في حاضنه جايه قريبا ولا لا، بس على كل حال خلينا نجيبهم. تمام، اوكي، لا انا جبت واحده، خلينا نجيبهم كلياتهم. اوكي، 20 حاضنه و500 جوهره، والله ولا شيء، مع انه الحظ تبعي 70%، واتوقع انه كلياتكم جبتوا حظ احسن من هيك. اتوقع. ها اوكي، عندنا هون في كمان صندوق اسلحه، ما بعرف ايش هو، خليه مفاجاه. طيب في عندنا كمان الام 1014 الناري، برضه موجود عندي فمش بحاجته. وهون شوف، هون في عندنا صناديق لسكنات الاسلحه او الايفو جنز. اوكي، هاي سكنات كلها سكنات تطوير، راح تحتاجوها كثير اذا بدكم تطوروا الاسلحه تبعتكم، لانه شوف تقريبا 12 جوهره الباكج ممكن يكون فيه 4 أو 5 لحد 10. فهذا اكثر شيء بشوفه مميز بمجر التخفيضات بصراحه، اكثر شيء بيستاهل انك تشتري، خصوصا لو كان حظك احسن من هذا الحظ. يعني لو انه مثلا وصل لك الحظ 90% راح تجيب الباكج ب4 جواهر ولا اجي. انا حرفيا علشان اطور سكن واحد بصرف حوالي 20,000 جوهره بس عشان سكن واحد، مع المتاجر اكيد راح تكون افضل لكم. اوكي، نجيبهم كلهم، خلينا نخبيهم بالحساب. اوكي، سكنات الكوبرا. طيب في عندنا برضه هذول سكنات تبعت لا مش سكنات، الافاتارات تبعت الاسماء. حلو، يعني اتوقع برضه ان انا جايب كل الاحرف. طلع هي قاعد تطلع لي FF2. شوف انا جايب كل الاحرف عشان هيك. عندنا هون رقصات، عندنا اشياء، عندنا سكايلر، كلها اشياء موجوده عندنا. بس عجبني صراحه انه صار يكتبوا لك هيك بشكل كبير انه او بقارمه كبيره انه موجود عندك. طلع مكتوب لي هون هذول انه موجودات عندي عشان تنبهك انك ما تشتريهم. زمان كنت حرفيا بصرف نص الجواهر على اللي معي على اشياء انا موجوده عندي، اما هسه يعني هاي اضافه حلوه اتمنى تضيفوها بالاحداث الجايه. اوكي، هسه لا قبل ما نشتري السكن، في عندنا السكنات الجواهر او سوري بطاقات الجواهر. طيب عندنا هذول البطاقات، خلينا نجيبهم. اوكي، وهي خلصنا الصفحه الاولى من متجر التخفيضات. تمام، خلينا نجيب السكن الاسطوري، السكن اللي انا متحمس له. شوف يلا غنقول اوبا، هلا بالزين، هلا بالحلو، هلا والله نورت الحساب يا قلبي. اوكي، خليه مفاجاه لاخر الفيديو. طيب شوف في عندنا بهاي الصفحه، اول شيء خلينا نشوف السكن. اوكي، لا حلو جميل السكن بصراحه، بتحسه هيك من السكنات اللي راح تصير نادره يوم ما، كمان شوي شهرين ثلاث راح تصير الناس تطلبها وراح تصير تنزل اكواد هيك. بعرفش ليش هيك شكل السكنات النادره، ما بعرف ليش. اوكي، بالنسبه لوجهه في شيء نتنمر عليه؟ اوكي لا للاسف ما في شيء نتنمر عليه. طيب خلينا نجيب الصفحه علشان نقدر نجيب السكن. اول شيء عندنا بطاقات روم، وطبعا مين ما بده بطاقات روم؟ بس لا، ليش بس 5 اقدر اشتري؟ والله حرام. طبعا اكثر شيء بتلاقيه بمجر التخفيضات لفات الحاضنه والحمد لله، يعني احنا راح نحتاجهم كثير لانه شفت
شفتوا شو صارت معنا بالحاضنات الماضية، شفتوا ما شاء الله كمية الصرف ما شاء الله. في عنا بطاقات عجلة أسلحة، أوه والله في سكن جديد بعجلة الأسلحة صراحة لازم نجيبه، فرح نحتاج هالبطاقات كثير. أوكي فتابعوا الفيديوهات الجاية لأني راح أعمل حرق لماكينة الأسلحة. أوكي عنا سكن اليو أم بي، والله ناسي إذا موجود عندي ولا لا، بس خليه موجود بالحساب وشو الخسرانين. طيب عنا هون سكن ديزرت إيجل أتوقع موجود عندي. أوكي هون في عنا توكنات، بس لا حرام لحظة شوي، لا تحكي لي إنهم لا 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 حاطين باكيجات توكن لكل الأسلحة المطورة إلا السلاح اللي نزل آخر واحد اللي هو تبع الأم بي 5. لا هاي حركة مو حلوة صراحة، حركة مو حلوة ممكن تسويها، لأنه دائما بتعملوا هيك، دائما بمجرى التخفيضات بتلاقي باكيجات لكل الأسلحة المطورة، بس هاي المرة مش عارف ليش مش حاطين لها ذاك السكن ولا إيش، أو ما بعرف المتجر أتوقع إنه مختلف من كل شخص لآخر، وعشان هيك ما نقدر نحكم. على العموم كل إشي ظل موجود حاليا في المتجر أنا مش بحاجته، كلياتهم أشياء موجودة عندي، فخلينا نجيب السكن الأساسي. أوكي ليتس جو ليتس جو. هلا والله نورت نورت. لا بس انا مش هذا السكن اللي بدي اياه، انا بدي السكن الثاني. اوكي بس يا اخوان ايش فيه؟ بس اتوقع انه في عنصريه زياده صايره بفري فاير. هذا ثاني متجر تخفيضات ينزل فيه سكنات شباب من دون سكنات بنات، كنا متعودين دائما متجر تخفيضات ينزل سكن شاب وسكن بنت، بس هاي المرات مش عارف قارينا صايره ذكوريه شوي. وانا اكيد مش زعلان، خليكم زيك ضلكم نزلوا سكنات للشباب وانسوا البنات، وبيني وبينك والله مش كسبانينها الا البنات، لانه كل سكناتهم تنزل مجانيه، بينزل سكنات احلى منها ما فيه وببلاش ما شاء الله. على العموم مش موضوعنا، خلينا نروح على الخزنة ونشوف ايش السكنات اللي جبناهم. اوكي اتوقع انه ما كان في اشي جديد الا السكنات تبعت المتجر، خلينا نروح على البندلز، خلينا نروح على البندلز. اوبا شوف هلا بالحلوين. شوف هذا صراحة السكن حلو يعني بنلعب فيه وبتحس انك لما تلعب فيه مريح للعب، بس هذا الاسطورة هذا السكن الاسطوري هذا من عالم اخر. شوف الصلاة شوف ما شاء الله عسكايلر. يا اخوان الصلعة سكايلر غرام 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 الصلعة سكايلر. طيب خلينا نفتح الباكج ونعمل هيك، لا بس شيل النظارات عشان قناع دراجونوف ونعمل هيك اكويب ليتس جو خلينا نشوف. او ماي جاد اسف يا ابو الله اسف والله دخل ثواني خلينا نعمل زوم خلينا نعمل زوم شوي. شوف شوف ما شاء الله ما شاء الله ايش الحلاوه هاي يا زلمه ايش الحلاوه ايش يا عسل انت. اوكي على العموم راح العب بهذا السكين وراح نجربه في الساحه، فخليكم جاهزين 3 2 1 يلا نبلش. اوكي خلينا نبلش بالجيم، وين راح ننزل؟ خلينا ننزل على منطقه قويه. اوكي خلينا ننزل على البيك، خلينا نوريهم الصلعه الاسطوريه. طلع والله مبينه من هون بتلمع قاعده يا هلا والله. طلع كم واحد نازل معانا، طلع كم واحد نازل معانا. خلينا نروح على اقل على مكان فيه اسلحه، اتوقع ان فيش الا واحد نازل معي، المشكله كلها سكوادات كلهم سكوادات نازلين معي. السلاح قريب على السريع على السريع، لا كل اسلحه بعيده. طيب. اوه هاي بي 90 اخيرا اخيرا، هواي كمان ام بي 5 هلا والله. هات الاثنين، لا بدي لا بعيد ولا لا ما بدي بعيد بالمره، بدي بس قريب. تعال تعال وريني حالك وريني حالك تعال. اوكي في ناس بتخو من بعيد. اي لا وفي واحد جنبي وينون. اوكي هي وقعناه ليتس جو وري خلينا نشوف الصلعه شوف الصلعه شوف الصلعه شوف شوف عمك شوف عمك الصلعه. طيب انا بس بشر اضل زي هيك، بدي اسلحه بدي سلاح بعيد واحد بس واحد كويس. اوه اوبا ام فور ام فور هلا والله هلا والله. خلينا نشوف جماعه البيك جماعه البيك، ابي واحد هناك ابي واحد هناك. تاوريك عمك الاصلع تاوريك عمك ابو الصلعه. ايه هلا والله هلا والله. اسرق تسرق الكل اسرق روحك حبيبي تسرق الكل من مين؟ روح ابلع ابلع حبيبي تطلع عمك الاصلع. اوكي في واحد هون هلا 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 حبيبي. لا ليه ليه هلا حبيب قلبي. لا ور لا لا نازل علي نازل علي فيكتور ابلع. هاي بتشعل طلع الصلاة طلع عمك طلع عمك الاصلع طلع عمك الاصلع. عزة واحد اشبط من ورا في واحد هناك. لا 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 ابلع ابلع حبيبي. شوف شوف الصلعة شو بتسوي شوف الصلعة شو بتسوي والله هاي الصلعة بتجيب الحظ بالالف يا اخوان. طيب في واحد بعيش اصحابه هناك. لا لا في واحد عندي في واحد عندي. طب بي انا لو اعرف بس هو باي غرفة. هيا 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 هلا هلا والله ابلع ابلع حبيبي ابلع. تعال 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 شوف الصلعة شوف الصلعة شوف 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 الصلعة الأسطورية. طلع طلع محلا اللي قتلك طلع محلا شكل اللي قتلك طلع. اوكي راح نعذب السيرفر بالصلعة هاي. اوكي في واحد هناك. اوكي لا 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 يا شكله هذا اللي عيشهم شكله اللي عيشهم يا اخوان. ايش مشكلة الدنجر بضل يلحق وراي. خليه يقرب خليه يقرب خليه يقرب. هلا والله حبيبي هلا حبيب قلبي معاي سيتي. لا لازم ننتبه لا لا لا. اوكي اخر ثلجة اخر ثلجة معي. سكايلر ابلع ابلع طلقة 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 اقول لك. لا لا موت 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 لا حرام لا
كم دمه؟ لا 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 دم صفر دم صفر. عبي معاه شوتجن خنزر ليفل 1000. لا 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 القنبله اللي لحقتني. قول انه عارف راح احارب هون. لا 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 ربك ربك ايوه الحمد لله قلنا. ابلع ابلع لا دمه دمه رقه يا ربي يا ربي اوه يا الهي اقسم بالله ما بعرف كيف عشت من هاي. لو واحد وراي كان موجود زمان يا الهي. اوكي خلوته على السريع بلاش ما حد يطلع لنا. ابلع من عمك الاصلع ابلع من عمك كره القدم. اوكي في واحد عندي في واحد عندي في واحد اصحابه جنبي يا حبيبي سكواد كامل وفي حد جايب سياره. لا لا الام 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 خرب الام خرب يا اخوان الام. لا 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 بربكم بربكم شوي شوي علي شوي شوي علي. لا 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 الام بطل كويس الام زي الزفت الام زي الزفت اليوم. ابلع معلش يا امي كان زي الزفت بهذا الجيم بس يلا على الاقل قتلنا. هات لي ثلج يسعد دينك. هذا اللي انا هذا اللي اللي ناقصني. لا 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 في حد متخ قدام. ايش يا اخوان في اساس اكس كمان. يا سلام عليك. لا ابلع ابلع من عمك يا حبيبي ابلع. جاي تلعب علي في اس اس اكس جاي تلعب علي انا في اس اس اكس. وين اصحاب ما قلت معه سكواد داشر لحاله طالع. اوكي نفس اللي قتلته قبل شوي هذا قتلته قبل المره مش اول مره اقتله. هلا والله حبيبي ابلع مرتين من عمك الاصلع ابلع مرتين. خليني اخدره في واحد بسيارة في واحد بسيارة هون. لا لا اوه حبيبي هلا والله اوه ماي جاد ليتس جو. لا 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 انا انغدرت بكل جهات والزون. لا حرام من الزون من الناس من تطلع من الزون يقطع يقطع شرك يا المهندس. طب اطلع من الزون الزون اكلك على مين هذا قتلته قبل شوي. هذا بني ادم مضغوط لاني قبل شوي قتلته قاعد يضحك علي زي ما وريته صلعتي. اوكي ليتس جو عادي عادي بسيطه حقك يا المهندس فكر حالك لحالك مهندس انا كمان مهندس على فكره. اوكي اتواز ا جود جيم بصراحه كان جيم حلو لعبه جبنا فيه 9 كيل واهم شيء الصلعه الاسطوريه. صلعه كانت اسطوريه بكل النواحي. اوكي تقييم للسكن هذا كنت اعطيه 9 من 10 بس عشان الصلعه اعطيته 10 من 10. اقول لك والله بيستاهل 11 من 10 11 من 10 للسكن. اوكي وبعد هذا الفيديو حاب اقول لكم لا تنسوا تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس لانه وصلنا لنهايه الفيديو وبرضه استنوني بالفيديوهات الجاي جايكم بشويه فيديوهات على كيف كيفكم النار يعني نار. فاذا ما كنت مشترك في القناه لسه اشترك في القناه وفعل زر الجرس. اوكي وبالنهايه كان معكم دراجونوف ودمتم في رعايه الله.